صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لاله مولاتي فين ما كنتم من داخل وخارج المغرب. كنتمنوا لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم من خلال برنامج لاله مولاتي، برنامج المراه بامتياز. اليوم من خلال فقرتنا غادي نبداوها كالعاده بشيوات لاله مولاتي. غادي تشارك معنا اليوم الشيف نعيمه ام عصام من اكادير لمجدلنا شيوات حصريه ومميزه جدا. نتمنى انكم تكونوا في الاستماع وتسجلوها معنا. كذلك غادي نتعرفوا في المسابقات اليوميه على شكل المستمعات الفائزات معنا في هذه المسابقات اليوميه اللي كيمنحكم كل شهر هدايا من ذهب، واكيد غادي نتعرفوا كذلك حتى على شيوات اللي غادي تقترح علينا اليوم في المشاركه ديالها المستمعه حسنه ام سليم واصيل اللي مجدنا. كذلك اقتراحات متنوعه واكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. وكتحضر معنا الدكتوره امنيه بن كيران، طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريدية. اليوم غادي تكون تساؤلات مفتوحة من خلال الحلقة، فإلى عندكم أي تساؤلات فيما كيتعلق بالدوالي ليفاريس بالشرايين الوريدية أو بتخثر الدم أو أي تساؤلات تواصلوا معنا ابتداء من 11-12 وعلى 05-22-88-00-60-61-62. ومشكورة جدا الدكتورة أمنية بن كيران تجاوب على كل تساؤلاتكم الطبية. غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا غنائي وغادي نرجعوا لأولى فقراتنا شيوات لاله مولاتي رفقة الشيف نعيمة أم عصام من أكادير. كنجدو الترحاب والتحية الصباحية على كل مستمعينا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لاله مولاتي عند الشيف نعيمة أم عصام من أكادير. ألو الشيف نعيمة. ألو صباح الخير لاله سناء. صباح النور، كيف صبحتي؟ الحمد لله، الله يطول لي عمرك. الله يبارك فيك، صباحك مبروك. انتم الامور هانيه. الحمد لله، بارك الله فيك، تمنى تكون على خير في اكادير. الحمد لله، الله يبارك الحمد لله، بارك الله فيك. سعيده نتواصل معكم من جديد ونتواصل مع المستمعات الاوليات كاملات. تحيه لهم كاملات اللي سلام كبير منهم لسناء ومن بنياتي في المركز حتى هما كاملين، كل وحده بالاسم ديالها. تحيه لهم كامله، تحيه لهم كاملين، وان شاء الله غادي نمشيو للوصفات لسناء. اييه ان شاء الله. بالنسبه للوصفات اليوم عندنا البسطيله بالدجاج، كنت دجاج مقلي والصلصه البيضاء. الوغ عندنا بالنسبه للمقادير عندنا دجاجه من وزن 3 كيلو غادي نديروها في الماء، يعني تطلق مع الطنجره مع شويه ديال الملحه والبزار، واحد الضامه ديال الدجاج، واحد 3 المعالق ديال الخل، ربطه ديال المعدنوس، ثومه مقشره، يعني واحد 3 دريسات ديال الثومه مقشرين طايين، واحد 6 الحبات ديال القعقله يعني حبات الهيل، 3 الوريقات الورق موسى اوراق الرنج، وعندنا واحد اترو تقريبا ديال الماء، يعني ما كنكثروش الماء باش كيطيب لينا الدجاج على خاطرو هنايا فاش كيطيب الدجاج كنحيدوه ونسقطروه. ومن بعد غادي ندوزوه في لابانيو. عندنا بالنسبه للابانيو عندنا الدقيق الفورص عادي، وعندنا واحد 3 د البيضات غنطلعوهم مع شويه د الخل، وعندنا شابليغ من السم بالبصله غبره وشويه الحاره. هنا كندوزو الدجاج ديالنا من بعد ما طاب وبرد غندوزو في الدقيق، ومن بعد كندوزو في البيض، ثم الشابليغ من السم كيف ما قلنا بشويه الحاره والثومه غبره اولا البصله غبره. هنايا من بعد ما كنسالي الدجاج كامل كنقليوه في الزيت تكون سخونه وكنخليوه يبرد وكنفرتتوه، يعني كنحيدو دوك العظومه وكلشي ليه، وكيبقى عندنا الدجاج مقلي ومفرتت. هذيك اول حاجه. ثاني حاجه غادي نمشيو للتغميره. عندنا في واحد المقله كبيره غادي ناخذو 2 كيلو ديال البوارو مقطع رقيق، يعني دوائر رقاق، غادي نديروهم في المقله مع نص كاس ديال الزيت حتى كتهبط لينا البصله مزيان، حتى كتهبط تماما. عاد كنزيدو واحد نص كيلو ديال الهبره ديال الدجاج مقطع مربعات صغار. هنا غنبقاو نشحرو مزيان، نزيدو شويه الثومه محكوكه، ونزيد الملح والبزار، وواحد العلبه ديال لي شامبينيون مقطعين رقاق. وحنايا دائما كنشحرو في الدغميره ديالنا، من بعد كنطفيو عليها وكنخليوها ونمشيو نوجدو لاصوص بلونش، يعني الصلصه البيضاء. احنا بالنسبه للصلصه البيضاء غادي نحتاجو فيها واحد نص لتر ديال القشده الطريه، من الاحسن الا ما كانش القشده الطريه نقدروا نعوضوا بالحليب، ولكن الوجو ديالها بالقشده الطريه كتكون كريميه احسن وكتكون مذاق مزيان. الو غادي نديرو نص لتر ديال القشده الطريه في واحد الكاسرونه مع 3 د المعالق ديال المايزينا، نديرهم فوق العافيه يعني حتى كتبدا تعقد لينا شويه. غادي نزيدو 2 البيضات كاملين دائما مع التراب، دائما غير التراب ديال اليد، وحنايا كنحرقو فوق البوطه
حتى كتعقد لينا الكريمه كنحيدوها وكنزيدو عليها الفرماج احمر يعني محكوك، وكنزيدو جهد ديك ربعه ثلثه الفرماجات مثلتين، وكنخلطوا هاد الكريمه مزيان كتولي عندنا بحال لاصوص بيشاميل، وكنزيدو النص ديالها على هاد الضغميره اللي عندنا باش كتولي لنا الضغميره معلكه فعلا، وكنخليو داك النص وغادي نمشيو للمونتاج. يعني البصيله عندنا فيها الدجاج مقلي ومسرتت، يعني الطريقه ديال المطاعم الكنتاك، المهم هاد الطريقه ديال المطاعم، وكنزيد عندنا الدجاج مسرتت وعندنا لاصوص بلونش وعندنا الضغميره مخلطه مع لاصوص بلونش، وعندنا واحد الكميه ديال الموتزاريلا تقريبا واحد 200 غرام حتى 250 غرام موتزاريلا محكوكه، وعندنا ايضا فرماج احمر محكوك. الو غادي نمشيو للمونتاج. عندنا كطبقه اولى من بعد ما استفنا البصيله الورقه البصيله يعني الشكل اللي بغينا، كنديروا الطبقه الاولى ديال هاد الدجاج وكنديروا فوق منها خطوط بهاد لاصوص بلونش وطبقه ديال الموتزاريلا. عاد كنديروا الطبقه ديال الدغميره اللي عندنا بالبصله والدجاج ولاصوص بلونش، عاد كنديروا عاود طبقه ديال الفرماج احمر، وكنسدو على البصيله ديالنا وكندخلوها للفران طيب. هنا يعني كتجي بصيله رائعه جدا ومعلكه بديك لاصوص بلونش. المذاق ديال الدجاج مقلي الله يعطيك الصحه. بالصحه وراحه. غيروا في المذاقات ديال البصيله كل مره كنبغيو حشوه مختلفه. وبالنسبه للتزيين كنديروا التزيين يعني بطي السمان كنعاودوا نطاليو حتى هو ونقليو، والفرماج ساندويتش يعني التزيين كيكون اختياري على حسب كل سيده. الو غادي نمشيو ان شاء الله للتشيز كيك بالبسكوي الاسود المعروف يعني اللي فيه الكريمه بيضاء. الكريمه غادي ناخذ واحد الكميه منه تقريبا واحد 10 الباكيات فيهم ربعة الحبات، غادي نطحنوهم ويعني بالكريمه ديالهم ما كنحيدوش ديك الكريمه، كنطحنوهم بالكريمه وكنخلطوهم بواحد 100 غرام ديال الزبده مذوبه. هنايا حتى كيتخلط لينا الخليط يعني كيترمل، وغادي نديروه في واحد المول يعني في واحد الاطار اللي غادي نمونطيو فيه التشيز كيك ديالنا. الو غادي نديرو طبقه وغادي نتكوه مزيان وغادي ندخلوه للكونجيلاتور بما وجدنا الكريمه ديال التشيز كيك ديالنا. الو عندنا في الكريمه جوج الكيسان ديال القشده الطريه، 100 غرام السنيده، علبه ديال الجبن، وعندنا واحد الخمسه الباكيات البسكوي نفس البسكوي كناخذو كنهمشو يعني كنقطعوه بيدينا على 6 طريفات تقريبا كل دائره على 6 يعني باش كيجينا مهرمش. الو عندنا في الكريمه جوج الكيسان ديال لاكريم فريش، 100 غرام السنيده، علبه ديال الجبن، الجبن كيكون اختياري، الجبن اللي كنرتاحو فيه كنخدمو به. هنايا عندنا خمسه الباكيات ديال البسكوي مهمشين، غادي نطلعو هو الاول لاكريم فريش مع السكر حتى كطلع، كنزيدو العلبه ديال الجبن حتى هي مطربه شويه، وكنخلطوهم بجوج، وكنزيدو ديك الكميه اللي عندنا ديال البسكوي، كنخلطو هاد الكريمه وكنديروها كطبقه ثانيه فوق من القاعده ديال البسكويت. غادي نمشيو لاكاناش، يعني هنايا كنحطوها في الكونجيلاتور حتى كتبرد مزيان وكتقبض في راسها. هنا غادي نمشيو نوجدو لاكاناش بالقشده الطريه والشكلاط. الو عندنا 250 غرام من الشكلاط الاسود الممتاز، وعندنا 200 غرام لا كريم فريش. كيف ما كنوجدو لاكاناش دائما كنديرو لا كريم فريش في كاسرول حتى كتغلى، يعني تقريبا كتغلى ثلاثه المرات، الغليه الاولى الثانيه الثالثه، كنحيدوها من فوق البوطه، كنزيدو ديك 250 غرام الشوكولات دائما مع التحرك حتى كدوب لينا ديك الحراره ديال الكريمه، وكنخليوها تبرد شويه قبل ما نخليوها تعقد. غادي ناخذ واحد شويه د لاكاناش كنديروها في شي بوش اولا في شي بلاستيكه، وكندمعوا بها داك التشيز كيك باش كيجينا مدمع من الجوانب. هذه هي الطريقه التزيين. وبالنسبه للكميه اللي بقات لينا د لاكاناش كنعاودو نخليوها تبرد مزيان، كنعاودو نطلعوها بالباتور باش كتعطينا على شكل موس على شكل كريمه، كنبوشيوها حتى هي وكنزينو بها التشيز كيك من بعد ما برد بطبيعة الحال. وكيكون عندنا واحد الكميه اخرى ديال البسكوي، يعني كميه واحده اخرى كنهرمشوها وكنديروها فوق من داك التشيز كيك، يعني طريقه التزيين كتكون مختلفه، غير وكان كيجي مزيان هاد لاكاناش مع لوكود الكريمه اللي فيها البسكوي وكتعطي مذاق للتشيز كيك، وكنوعو شي شويه على التشيز كيك اللي ولفنا دائما بهذيك الطريقه. خاصه مع داك البسكوي اللي في الكريمه كيعطي واحد الذوق مختلف. تبارك الله عليك. بالصحه والراحه. غادي نمشيو للبسبوسه بالمندرين والكوك. البسبوسه سهله، عندنا فيها ثلاثه المندرينات كنطحنوهم يعني بالقشره ديالهم وبكلشي ليهم، يعني كنحيدو ديك العلفه اللي لداخل الا كان، هنايا كنختارو المندرينات اللي كتكون فيهم القشره رقيقه. كنطحنوهم كلهم في الخلاط، وكناخذ واحد لاباتين كنديروا فيها خمسه البيضات، كاس ونص ديال سنيده، كاس مخلط زبده وزيت،
الزبده مذوبه مع الزيت، كاس ديال الكوك مطحون، كاس ونص ديال السميد رقيقه، وكاس ديال الدقيق، وكاس ديال حليب الكوك. احنا من حليب الكوك من الاحسن نستعمله لانه كيعطي واحد الهشاشه، البسبوسه كتجي فتيه وزوينه. براكي تباها يعني في السوبر مارشي، في المحلات، في الاسواق الكبرى، ومكتوبه فيه حليب الكوك. ايوه حتى عند العطار واخا، ايوه يتصايب في الدار. ايوه الطريقه ديال باش نصاوبوا الحليب الكوك كنستعملوه في بزاف الاستعمالات، يعني دابا ولينا كندخلوا حتى في هذا ديال الملح والحلو، كيجي رائع واخا. بالنسبه للحليب الكوك نعطيه هو الاول. ايوه تفضلي. باش ان شاء الله عندنا فيه، بالنسبه للحليب الكوك كناخذوا واحد الكميه ديال كاس ونص ديال الكوك، كنديروا معاه جوج الكيسان ديال الماء، ويا بغينا يجي حلو ولكن ديك الكميه ديال السكر كتخلي لنا داك الحليب، داك الكوك كيخرج ديك الكميه ديال الزيوت اللي فيه. الوغ عندنا كاس ونص ديال الكوك، نص كاس ديال سنيده، وجوج كيسان ديال الماء. غادي نخليهم حتى الغد، يعني نقدو فيه داك الكوك، نقدوه في الماء حتى الغد، من الاحسن يبات ليله كامله. واخا. والغد اللي كناخذوه كنغليوه غير غليه واحده، وكنحيدوه من فوق البوطه، يعني غير باش كيطلق لينا داك الكوك كاع داكشي اللي فيه، وكنخليه حتى كيبرد تماما، عاد كندوزوه في الخلاط كهربائي وكنطفيوه. ديك العصاره اللي كتخرج لينا، يعني هذاك كتكون بيضه، هو هذاك الحليب الكوك، نقدروا نستعملوه في جميع الاستعمالات كيف ما قلنا. الوغ هنا كناخذوا منه كاس، اولا نقدروا نشريو الى كاع ما كان، غادي نعوضوه بالحليب ماشي مشكل. وغادي نديروا جوج الخمارات. الوغ هنا بالنسبه للمقادير، ثلاثه المندارينات مطحونين كلشي ليهم، خمسه البيضات، كاس ونص سنيده، كاس ديال زيت وزبده، كاس ديال الكوك من الاحسن يكون مطحون، كاس ونص ديال السميده رقيقه، كاس ديال الدقيق، وكاس الحليب ديال الكوك، وعندنا جوج الخمارات. الوغ هاد العناصر كلهم كنخلطوهم مع بعضهم، وكنخليوها تروبوزا تقريبا واحد 10 دقائق، عاد كندهنوا واحد المول. يعني دائما البسبوسه كنبغيوها طالعه راه كنديروا مول صغير، كنبغيوها تجي رقيقه راه كنديروا مول كبير. هنايا كندهنوا المول مزيان بالزبده ونشربوا السميده، ونديروا فوق منه هاد البسبوسه، وندخلوها الفران طيب عادي. وهي كطيب غادي تلقانا وجدنا واحد الفلون بالليمون. بالنسبه للمقادير ديال الفلون، عندنا فيه جوج فلون يعني ديال الشينوا داك الصغير، جوج كيسان ديال عصير البرتقال، وجوج معالق ديال السكر. بحال غادي نوجدو الفلون عادي، يعني غلا مزيان الفلون، وكنصفيوه وكنخويه مباشرة فوق من البسبوسة بعد ما خرجناها من الفران. يعني داك الفلون كيتعلق لينا لداخل ديال البسبوسة. هنا بالنسبة للتزيين كناخدو واحد الكمية ديال الكوك، تقريبا كاس ونص ديال الكوك، غادي نديروه مع كاس ديال الماء وكاس ديال السكر، يعني السكر سنيده مع كاس ونص ديال الكوك مع كاس ديال الماء، غنغليوهم مزيان في البوطه حتى كينشف لينا داك الكوك تماما في الكاسرول. عاد كناخدوه ونفرشو واحد اللاطه بابي سوفيتي. هنا غادي نوجدو الكوك كراميليزي لسنا، يعني كناخدو الكيمياء هاد الكوك نقدروا نستعملوه بالنسبه للتزيين ديال اي كيك، يعني كيبقى عندنا في القرعه محتفظين بيه، وكيجي كروكو ومقرمل يعني لمده طويله، يعني كنستعملوه في الكريب، في الحشو ديال الكريب، اي تارتوليت على حسب اي فعلا. بالنسبه للطريقه، كناخذوا الكوك مع الماء مع السكر، كنديروهم في كاسرول حتى كينشف تماما داك الكوك، كناخذوا واحد اللاطه كنفرشوها بالسلفريزي، وكنديروا فوق منها هذا الكوك اللي ينشف وكنزيدوا معاه تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزبده مذوبه، كنحيد الكوك مزيان وكندخلوه للفران، ودائما مع التحراك المستمر مره كنطلو الفران وكنحركو مزيان على عافيه تكون مهيله حتى كيتذهب لينا هذا الكوك، ويعني كنحسو به تقرمل وكيعطي واحد اللوغو رائع كيف ما قلنا. بالنسبه للوصفات فكره هنا من بعد ما بردت لينا البسبوسه، غادي ناخذوها غادي ندهنوها بالنطاج او بالعسل، وكنديروا كميه ديال هذا الكوك كراميليزي حتى هويا، وكنقدموها بالصحه والراحه. بسبوسه مميزه جدا، ونيت هذا الوقت ديال المندارين تستافدوا منه، وكذلك بالمذاق ديال الكوك والحليب ديال الكوك اكيد غادي تجي لذيذه بزاف. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا لسنا. وغادي نمشيو ان شاء الله للتحليه بالكنافه. عندنا بالنسبه للتحليه عندنا واحد نص كيلو ديال الكنافه، يعني على حسب المقدار، هنا كيعطي كميه كثيره، نقدروا نقصوا المقادير. غنديروا غير ربعه ديال الكنافه مع نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الزبده. هنا غادي نزيدوا السكر كلاصي دائما تقريبا واحد جوج معالق السكر كلاصي، وكنخلطوا الكنافه مزيان، يعني بعد ما قطعناها تكون رقيقه، كندهنوها بالزبده والزيت، وكنزيدوا السكر وكنبسبسوها مزيان،
وكندخلوها للفران تحمر يعني في واحد اللاطه كنفرشوها، ودائما مع التحرك حتى كتجينا مقرمله يعني هذه، كنخليوها تبرد وكنمونطيو بها الكريمه اللي عندنا. بالنسبه للكريمه عندنا فيها الكريم باتيسير كنوجدوها عاديه بنص سترو ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر، و3 المعالق ديال الكريم باتيسير بودره. كنوجدو لا كريم باتيسير وكنخليوها في الثلاجه حتى كتبرد، يعني حتى كتعقد وتبرد. هنا غادي نحتاج 1/3 يعني اليوغورت كريمي اللي ديال 2 دراهم ونص، كناخدو منه 3، وكناخدو واحد العلبة د الشونتيي بودرة مع كاس ديال الحليب كنطلعوها. هذا كنوجدو الشونتيي عادية، إلا عندنا هاديك ليكيد كنديروها كنطلعوها مع السكر وكنخليوها تبرد. الوغ عندنا هنايا لا كريم باتيسير، عندنا يوغورت كريمي، وعندنا لا كريم شونتيي بودرة مطلعينها مع كاس ديال الحليب. كناخدو اول حاجه غادي ناخدو هاد الكريم باتيسير اللي عندنا عاقده، كنطلعوها بالباتور مع هاد الدانون مع هاد ياغوت الكريمي مع هاد اليوغورت، كنضربوهم مزيان حتى كتولي عندنا كريمه، وحنايا كنطلعو وحنايا كنزيدو ديك لا كريم شونتيي اللي طربنا. هنايا كتولي عندنا واحد الكريمه، وغادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال المشمش. غادي ناخدوه غادي نطلقوه هو الاول، المشمش يابس غادي نطلقوه اللي كنخضرو بيه، غنطلقوه في الماء وغادي نصفيه وغادي نقطعوه مربعات صغيره. هنا هاد المشمش غادي ندوزوه في واحد المقله باش يتعسل مع معلقه ديال الزبده وجوج معالق ديال السكر حتى كيتعسل مزيان، كنخليوه يبرد عاد كنزيدو على الكريمه وكنخلطوهم بجوج، يعني كيعطي واحد لوكو رائع بالنسبه لهاد التحليه. الو عندنا هنايا الكريمه بالمشمش، وعندنا الكنافه محمره. هنايا بالنسبه للفيغين كناخدو الفيغين اللي عندنا كنديرو طبقه ديال الكنافه محمره، عاد طبقه ديال هاد الكريمه، وطبقه ديال الكنافه حتى كنساليو، وكنزينو من الفوق يعني انغابيل بالمشمش معسل او لا اي حاجه بغينا بالنسبه للتحليه وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، الله يبارك فيك. تحليه سهله. عندنا الوقت نمشيو للعواصم ان شاء الله. ايه تفضلي. عندنا اول عصير، عندنا العصير بالشريحه يعني كناخذو نستافدو من الشريحه حتى هي، غادي ناخذوها رابعه تقريبا، غادي نفوروها مزيان يعني حتى كتعسل غير بداك التفوره، يعني بداك البخار كتفور مزيان. كناخذوها كنقطعوها رقيق وكنزيدوها في الخلاط مع نص كيلو ديال البنان، 125 غرام ديال البقع، و يوغورت طبيعي او لا يوغورت داك فاكيا اللي كان موجود، وكنخلطو كلشي بالحليب يكون بارد. هنا كيكون عصير رائع فعلا. وغادي نستافدو حتى واحد من واحد العصير ديال الكاكي، الوقت ديال الكاكي دابا غادي نديروه في العصير مع خيزو، يعني عندنا نص كيلو ديال الكاكي طيب يعني يكون طيب شويه، عندنا نص كيلو ديال خيزو مسلوق مزيان، عندنا يوغورت كريمي، وهنايا كنخلطو باللبن، والسكر دائما كيكون على حسب الذوق. ومفهوم العصير اللي تاعنا. نص كيلو قلتي لنا ديال فاكهه الكاكي، تفضلي. ايه عندنا نص كيلو ديال الكاكي، عندنا نص كيلو ديال خيزو مسلوق ما كيبانش نهائيا ديال خيزو، عندنا واحد اليوغورت كريمي، وعندنا اللبن والسكر على حسب الذوق، يعني كنخلطو كلشي وكنحطو وتحلو بالراحه. غادي نعطي ان شاء الله واحد الكيك بالكركاع وخيزو معسل. ايه تفضلي. عندنا بالنسبه للمقادير، عندنا 4 البيضات، 125 غرام ديال الكركاع مهرمش، كاس ديال السكر سنيده، كاس مخلط زيت وزبده، شويه ديال الملحه، وعندنا يوغورت ديال الشوكولاته تقريبا واحد 2 يوغورتات الشوكولاته، 2 معالق ديال الكاكاو، وعندنا نص كيلو ديال خيزو. هنايا خيزو غادي نعسلو هو الاول عاد كنزيدو على الخليط ديال الكيك. الو بالنسبه للخيزو كناخدو نص كيلو كنحكوه مزيان في الحكاكه، وكنديروه في المقله مع الزبده والسكر، يعني تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده و3 المعالق ديال السكر حتى كيتعسل مزيان خيزو كيهبط. عاد كناخدوه كنزيدوه من بعد ما برد على الخليط ديال الكيك، يعني بالنسبه للبيض كنطلعو مع السكر وعاد كنزيدو الزبده دائما. واخا شيف نعيمه لو سمحتي غير بشويه، بالنسبه لهاد الكيكه زربتي فيها شويه باش المستمعات يسجلوا، ما كاين مشكل. لا انا دابا كنشوف الوقت. لا عرفت عرفت. لا فعلا الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك. انا غادي نعاود المقادير. عندنا بالنسبه للمقادير 4 البيضات، 125 غرام ديال الكركاع مهرمش، كاس سنيده، كاس مخلط زبده وزيت يعني زبده مدوبه مع الزيت، شويه الملحه،
جوج ديال يوغورت شوكولات، جوج معالق ديال الكاكاو، ونص كيلو ديال الخبز محكوك يعني ومعسل، وعندنا تقريبا واحد كاسون ديال الدقيق. ايه واخا. هنا وجوج خمارات. وجوج خمارات. هنا بالنسبه للطريقه ديال الكيك، غادي ناخذ هو الاول خيزو، كنعسلو هو الاول باش يبرد، باش غادي نزيدو على الكيك. قلتي لنا نص كيلو خيزو محكوك في الحكاكه، ونديرو في المقله مع معلقه كبيره ديال الزبده وثلاثه المعالق كبار ديال السنيده. ايوا حتى كيتعسل لينا، ومن بعد نخليوه يبرد. رائع. كنخليوه يبرد تماما، عاد كناخذو ربعات البيضات كنطربوهم مع كاس ديال سنيده، كنزيدو الزبده والزيت، وكنزيدو اليوغورت اللي عندنا وشويه الملحه، عاد كنزيدو الدقيق مع القرقع مع الخمارات، كنزيدو كلشي، عاد كنزيدو داك خيزو في الاخير، دائما سباتولا من الفوق لتحت حتى كيتخلط لينا الخليط كامل. عاد هنايا من الاحسن اننا نخوي في المولات اللي فيهم الحفره، المولات الصغار كيعطيو واحد الديكور، وكتعمري هنايا بالكريمه. يعني هنايا غادي نوجدو واحد الكريمه وحده اخرى غادي نديرو فيها الكريم باتيسير عاديه، ملي كطيب كنخلطوها مع اليوغورت فان، عاد كنزيدو عليها واحد الكميه واحده اخرى ديال خيزو معسل. يعني بنفس الطريقه غادي نديرو واحد نص كيلو خيزو اخر، غادي نخلطوه مع هاد الكريمه ومع القرقع مهرمش، يعني كتجي كريمه رائعه اللي كيدوقها ما كيعرفش شنو فيها. عندك خيزو كيتعسل مع داك القرقع مع داك الكريم باتيسير، كتخلط كامله، وكنعمرو بها ديك الحفيره ديال الكيك من بعد ما طاب. يعني هاد الكيك ما كيبغيش طياب بزاف، يعني 10 دقائق حتى 15 دقيقه كنلقاو الكيك ديالنا يعني طايب وفيش بزاف. كنقلبو فيه ساعه باش كيبرد، وكنعمرو ديك الحفيره بالكريمه اللي عندنا، وكنخليوه حتى يبرد. هنا بالنسبه للتزيينه كلها، وهذا نقدروا نديروا الخطيطات ديال الشوكولات، نقدروا نديروا خيزو محكوك عاود من الجناب، القرقع من الفوق، يعني اي حاجه نقدروا نزينوا بها الكيك وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك الشيف نعيمة أم عصام، الله يعطيك الخير على كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم، وأكيد لكل السيدات غادي يعجبهم هاد الاقتراحات وغادي يوجدوهم. شكرا لك بزاف الشيف نعيمة أم عصام على هاد الاقتراحات وعلى المشاركة ديالك الفعالة دائما من خلال البرنامج. تحية كبيرة لك ولكل الأسرة ديالك ولكل المستفيدات اللي كيستافدوا من الخبرة ديالك المطبخية في المركز. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. اذا تفضل فوزيه الغريسي من مكناس، الاقتراح الاول بريوش ديال الورده ياك. ان شاء الله. يال كناخذوا نص كيلو ديال الطحين دقيق، واحد المعلقه كبيره خميره الخبز، واحد راس معلقه ديال الملحه، جوج معالق كبار السنيده، جوج طاشي فاني ايديال، وماء دافي باش تنعجنوا العجينه، وزبده مذوبه مع الزيت باش تنورقو، واللي دهن اصفار بيضه مع شويه الحليب وشويه الخل، والسنيده تندبرو عليها من الفوق. بالنسبه للطريقه كنجمعوا المكونات كلها، تكون العجينه مقاسحه مجاريه، تندلكوها مزيان وكنخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه. من بعد كنشكلوها كويرات صغيورين، وكنورقوهم بالزبده والزيت، وكنبدا نحرب لهم بحال السيجار. ايه فعلا طوال حريبلات. حريبلات، وتنعقدو بحال اللي تنعقدو الكشني. و تيبقاو لينا دوك الجنيبات، و تنبقاو في الجنب ديالهم في الوسط. ايه حتى كتشكلوها بحال هكاك بحال الورده. من بعد كنخليوهم يخمروا. ملي تيخمروا تندهنوهم بصفار البيض، و تنرشو عليهم السنيده. وتندخلهم الفران، تكون الحرارة متوسطة. فعلا. والصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. هاد البريوش راه كيجي زوين، كنا يعني الطريقة ديالو على شكل وردة، أولا ممكن يزينوه بشكل اللي بغاو على شكل كويرة، ويضغطوا على هذاك الطابع اللي كنقطعوا به يعني التفاح أولا. يعني كيجي زوين، وشكل اللي ما فهمش شكل ديال الوردة راه ممكن أنه يدير الشكل اللي بغا، المهم هي دوك المقادير والطريقة ديال العجين.
مزيان. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. نمشيو للاقتراح الثاني واللي هو خرينغو اللي تيعجب الوليدات الصغار بزاف، ومن الأحسن أنه يتصايب في الدار. داك الشيء اللي كاينه. هي تفضل فوزية. الخرينغو تناخذوا واحد الكاسرولة. تنديروا فيها إطر ولا روب ديال الماء. ونص كاس ديال الزيت. نص كاس ديال السنيدة. واحد فاني ايديال. شوية د الملحة. ونص معلقة ديال الخل. هادشي كله تنديرو فوق البوطة حتى كيغلي. من بعد كنزيدو واحد راس معلقة ديال الخميرة الحلوة ايديال. والطحين على حسب الخليط. المهم غير تجمع لينا فعلا باش ما تكونش قاصحه، الا جات قاصحه كيجي فوق ديالها خايب. من بعد تنديروها في الجيب الحلواني وتنكونوا مسخنين من قبل الزيت تكون سخونه مباشره. كنخرجوا من الجيب الحلواني مباشره في المقلى. في المقلى على شكل بحال بيني صغيور. من بعد ملي تيتحمر وسميتو تنفندوه في السنيده. فعلا. الله يعطيك الصحه فوزيه، بارك الله عليك وعلى الاقتراحات ديالك وعلى المشاركه ديالك. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه لحظات، وغادي تحضر معنا الدكتوره امنيه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه. اليوم غادي تكون الموضوع الحلقه تساؤلات مفتوحه فيما كيتعلق بالدوالي لي فاغيس ولا الشرايين الوريدية، ولا كذلك اللي عندكم تساؤلات في تخثر الدم وغيره من تساؤلات طبيه. تواصلوا معنا مع الدكتورة على 0522 88 00 61 61 62. ومشكورة جدا تجاوب على كل تساؤلاتكم الطبية. غادي نمشيو مباشرة عند المستمعة حسنة جبران أم سليم وأسيل، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي تقدم المستمعات اليوم. ألو حسنة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك حسنة. ربي يخليك، ترحب بك الجنة. شكرا بزاف اخت سناء على الاستضافه ديالك. بارك الله فيك، مرحبا. وكنشكر الطاقم ديال هذا البرنامج اللي تيسهر على على هذا البرنامج صراحه رائع. الله يبارك فيك بكم مستمعات ومتتبعين. الحمد لله، هذا من فضل الله. بارك الله فيك، يخليك. شكرا حسنة ومرحبا بالمشاركات ديالك. نبداو على بركة الله باش نربحوا الوقت، لأنه تبارك الله الاقتراحات يعني زوينين، ونبغي المستمعات أنهم إن شاء الله يسجلوا معنا. شكرا شكرا. غنقدم وصفات جد بسيطة يعني المقادير متوفرة في أي بيت، ومزيانين الوليدات الصغار في الكوتي إن شاء الله غيستافدوا منهم الأمهات إن شاء الله. غنبدا بخبيزة تاع الفينو. ايه تفضلي. فيهم كيلو فينو، كاس زيت تاع العنبه، دائما تنعبروا بديال العنبه، كاس زيت، كاس سنيده، معلقه كبيره ديال الزبده يعني تكون بحراره المطبخ. ومعلقه كبيره ديال خميره تاع الدار، حبيبات. انا تنستعمل حبيبات. شويه تاع النافع، شي معلقه صغيره هكذا، يكونوا منقيو مدوزين شويه في المقله. وعندي المدافي باش نعجن هاد الخبيزه ديالي. تنحط جميع المكونات في العجانه ولا تنجمعهم هكذا باليد. من بعد كنخليها ترتاح، تنخليها ترتاح واحد شويه، يعني هاد الخبيزات تيخمروا جوج مرات، يعني من تنجمعوا الخليط تنديروا له السلوفان تنخليوها ترتاح واحد شويه. من بعد كنقرصوهم قريصات صغيورين وتنفندوا الوجه ديالهم في سميده غليظه. ومن بعد تندهنوا الطاوه وتندخلوهم للفران. الا كان الفران تاع 180 درجه تنديروا لتحت والفوق، وكذلك الا كان الفران ديال الغاز تنصبقوا تنطلعوهم للفوق. ايه يعطيك الصحه، يجيو زوينين بزاف بالفينو. زوينين. وواحد القضيه الا كانوا يحتفظوا بهم من بعد كيتخنوا في البريسه تاع البانيني ولا في الفرن، تيجيو بحال يلاه عاد صوبتيهم. يمكن يديروا طختينه، يديروا فيهم اي حاجه. الوليدات الكوتي ان شاء الله. فعلا. غندوزو للتحليه. التحليه اللي تتعجب الدراري بزاف، دانيت ياغورت. كريمي. كريمي. نصف لتر حليب،
جوج معالق تاع النشا مايزينا اولا اولا بودره كريم باتيسيير. انا استعملت كريمه باتيسيير. 50 غرام ديال الشوكولاته سوداء. لما كانش دوك المربعات العاديين اللي تتباعوا في الدكان شي 10 الحبات تقريبا. اولا نستعملوا داك المغسول الكبير ديال الحلويات. انا استعملت مرص واحد كبير، طرف واحد ديال اييه الشوكولاته الخاص بالحلويات. واخا نعم اييه معلقه ديال الكاكاو المر او ساشي اللي فيها 7 غرام ديال الكاكاو المر. وبالنسبه للسنيده جوج معالق كبار حتى لثلاثة، ويكونوا على حسب الذوق. يعني على حسب الذوق، يعني اللي بغى يزيد السكر ولا لا. فرغت الحليب والسنيده وغربلت النشا والكاكاو كل شيء في مره واحده، وتنحطوهم على النار وتنبداو نخلطو بالتراب اليدوي اولا بمغرف ديال الخشب خشبيه باش ما يتكورش لينا داك الخليط، باش ما يكونوش فيه دوك الحبيبات. نبقاو نستمروا في التخلاط ديالو حتى يعقد، ان شاء الله. تنفرغوه في عفوا تنضيفوا الشوكولاته 50 غرام ديال الشوكولاته السوداء ولا داك المغصو، وهي هو تيكون خليط ساخن، يعني تذوب فيه هذيك الشوكولاته تيتجانس هذاك الخليط كيولي كريمي، وتنفرغوه في كويسات. وانا لكتي غتحضريه للاسره ديالك، تنذوقوه بسكوي سيجار. سينو لكن غنعطيوه ليهم الكوتي، تنحطوهم في دوك لي بوا ديال الزاج كويسات هكذا، وعندهم داك الغطاء هذا. ولا تحليه الا كان غيدير يعني زعما في وقت الغداء ان شاء الله تعطيه ليكم ديسير وصافي. فعلا الله يعطيك الصحه. حاجه اخرى غادي ننتقلوا لواحد البطيبطات معمرين بصلصه بيضاء، تيجيو رائعين وبنان. ويعني سوا دي ساندويتش بوغ لي زونفون، ولا تعملوه في وجبه عشاء بحال هكا في المنزل. تناخذوا مقلاه نديروا فيها معلقه تاع الزبده، معلقه كبيره تاع الزبده على حسب الكميه ديال الصدر تاع الدجاج اللي عندنا، ولا جوج معالق، وجوج بصلات مشلوطين. وتنخليوها تدبال تنحسوا بها تدبلات، وتنزيدوا قطع ديال الدجاج او الديك الرومي اللي متوفر عندنا، وتنديروا مليحه بزاف. وان فوا تبان لينا ديك البصله ذهبات وداك الصدر تاع الدجاج ولا ديك الرومي طابو، تنزيدوا واحد العلبه ديال القشده الطريه ديال الطبخ. اللي ما عندهاش ما متوفراش تنديروا ياغورت طبيعي. واخا ياغورت طبيعي. وتنديروا ربعة القطع تاع الجبن مثلث، تنمعكوهم هكذا بالشوكه فوق هذاك الخليط ديالنا. وتناخذوا بطبوط ناشف، يا اما مصوب بالفينو ولا مصوب بالقمح، والقياس اللي بغينا سواء بالكاس سواء بالدلافه، يعني القياس اللي تترغب فيه الام اللي غادي تصوب هذا الشيء. وتنفتحوهم وتنديروا قطعه ديال الجبن ديال الساندويتش ولا جبن احمر محكوك، وتنحطوا واحد قياس معلقه ولا جوج على حسب الحجم ديال البطبوط. فعلا. وتنقدموه صحه وراحه. اي الله يعطيك الصحه. هاد البطيبطات تنقدمهم لوليداتي مع دناب منزلي. اييه مشروب اللي كيبغيو الوليدات فعلا. الوليدات بزاف. هذا المشروب تيجي عاقد. عاقد خاطر اييه. فوالا حنا باش نربحوا الوقت باش زعما ما نخليوش، حيت هو تيبغي يختمر ليله كامله. انا تنحاول نديرو سريع يعني باش يوجد ليا يعني يتستهلك
في نفس اللحظه اللي صوبتو أيه؟ كنستعملو باللبن. تناخذ لتر ديال اللبن ايه نصف لتر تاع الحليب يعني ايه هكذاك بارد وتنديرهم في الخلاط الكهربائي وتندير معهم جوج ياغورت مثلا بنكهه الفراوله ايه فريز وتندير معهم ساشي ديال الفاني وتندير معهم ربعة القطع ديال الجبن مثلتين فرماج مثلت ربعة الفرماجات مثلتين وتندير كل شيء في الخلاط هكذاك تندير كل شيء في الخلاط مع الكمية تتخرج كثير تندير نصف لتر سواء اللبن ديال يعني المعلب سواء ديال العبار هكذاك كل وحده يعني وشنو متوفر اللي متوفر يعني داك اطر ديال اللبن اللي عندنا سواء ديال الكرتونه ولا اللبن البلدي العادي واخا اياه فعلا هذا المشروب ديال الوليدات كيبغيو الوليدات بزاف من بعد كان كنطحن المكونات تنطحن المكونات وتناخذ راس تاع المعلقه ديال النكهه نكهه الفراوله اياه واللي حبات اللي عندها حساسيه وليداتها من الفريز ولا هذا تقدر تستعمل بنكهه اخرى كاين بالبيش بالخوخ وتقدر تستعمل يعني غتستعمل غير ياغورت بديك النكهه اللي دارت ديك النكهه هذا بدلنا بغات فاني غدير النكهه جوج ياغورت فاني وغدير الروح ديال الفاني ولا غدير كيف قلتي يعني كافي ديال الفاني سيداتي تفنوا يعني هكا في الاذواق على حسب شنو تيبغي وعلى حسب المذاقات اللي تيبغيو الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك حسنا للاسف ما بقاش لنا الوقت وكنشكرك بزاف حسنا جبران ام سليم واسيل على كل هاد الاقتراحات واللي هي خاصه بالوليدات اللي قدمت لنا واكيد الفرصه المقبله ان شاء الله ونسقوا مع حسنا والمزيد من الاقتراحات وكذلك البعض من الاقتراحات اللي بعثت لي بالواتساب ان شاء الله غادي نحاول انني ندوزها في البرنامج بالاسم ديالها كنشكرك بزاف حسنا جبران على كل هاد الاقتراحات نتمنى المستمعات يكونوا سجلوا معنا كذلك هاد الاقتراحات اللي هما ساهلين وبساط وفي متناول جميع السيدات واللي غيعجبوا الوليدات بزاف ونتمنى انكم تجربوهم لوليداتكم والافراد الاسره ديالكم بصحه وراحه اذا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجع مباشره رفقه الدكتوره امنيه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه مرحبا بكل تساؤلاتكم الطبيه على 0522 88 006 61 62. لقنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي وكتحضر معنا الدكتورة أمنية بن كيران طبيبة متخصصة في علاج أمراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريدية أهلا بك دكتورة أمنية الله يبارك فيك توحشناك بزاف الله يبارك فيك وشغل عليك المؤتمر بطبيعة الحال كنمشيو دائما كاين التجديد وكاين الجديد وحنا دائما في المتابرة وإن شاء الله وكاين دائما الجديد والمؤتمرات خاصة في المجال الطبي دائما كتكون تطورات طبية كيكون جديدة وسريعة وسريعة جدا وحنا صراحة دائما خصنا نتابعوا الوكب باش ما يفوتناش القطار فعلا وحنا كنفرحوا صراحة ملي كنلقاو أطباء اللي بالرغم يعني من العمل ديالهم المتواصل كيكونوا يعني بإلحاح كيمشيوا لهذ المؤتمرات وكيستافدوا لأنه دائما كتكونوا دائما غاديين في المسار ديال العلم دائما في التطورات دائما في الجديد وهذا الشيء كله لصالح المرضى بطبيعة الحال اليوم تساؤلات مفتوحة وغادي نستقبلوا المكالمات الهاتفية ولكن قبل نبغيو نديروا واحد الدردشة طبية وغادي نبداوها بالنصائح العامة اللي ممكن انك تقدميها للاشخاص اللي تيعانيوا من الدوالي من ليفاغيس يعني كاحتياطات شنو ممكن ياخذوا خاصة خلال هذا الفصل ديال الشتاء مع هذا البرد فكتكون الامور شوية صعيبة بطبيعة الحال اليوم بطبيعة الحال حلقة اليوم خليناها مفتوحة كيف ما ذكرتي باش الناس يطرحوا جميع الأسئلة ديالهم وحنا مستعدين باش نواجبوهم شنو هما المشاكل اللي كيعانيوها الى اخره بطبيعة الحال من ناحية النصائح أكبر نصيحة يمكن نوجهها اليوم هو أن في هذه الفترة اللي كاين بدا البرد شوية هذا هو الوقت المناسب لعلاج الدوالي أو ليفاريس لأن في وقت الصيف بعد نوبات تيصعب الحال ملي كيكون الاقتراح أن خصنا نديرو حقن التصلب أو ليسكليروز وبالخصوص ليسكليروز أوموس كتكون صعيبة أن الواحد يتعرض لحرارة الشمس أو السخونية فأحسن نصيحة
هي ان هذا هو وقت العلاج الناس اللي عندهم الدوالي في هذا الفصل هذا، وما ينساوش ان الرياضه راه حتى هي كتعاونهم، ان الجوارب الطبيه يمكن لهم يلبسوها، وهذا الوقت هذا تيكون اسهل بكثير من فصل الصيف، لان فصل الصيف ماشي سهل باش الواحد يلبس داك الجوارب الطبيه الضاغطه لانك تصهدهم. وهذا هو وقت العلاج في دونك. الحاجه اللي بغيت نشير ليها هو ان بحكم العمل ديالي هذه اكثر من 20 عام 23 عام بالضبط، وانا في هذا الميدان ديال لي فاريس، ودائما الناس هما اللي كيطرحوا عليا الاسئله. اليوم انا جا الدور ديالي، انا اللي غادي نطرح الاسئله، لان بحكم الناس اللي كتوافد على المركز او العياده كنلاحظ ان اكثر من 60 حتى 70% بعد النوبات الناس اللي كتجي في واحد الوقت اللي هو متاخر وفي طور المضاعفات، واللي على راسها قرحه الارجل او تخثر الدم في هاد لي فاريس، فتيجيو في طور المضاعفات. فانا السؤال ديالي علاش الناس كتاخر؟ علاش هذا؟ وانا اليوم انا اللي كنسول، انتم اللي غادي تواجبوني وتطرحوا الاسئله ديالكم وتفيدوني باش يمكننا نزيدوا القدام بجوج. علاش الواحد كيخلي هاد لي فاريس كتفاقم حتى كيجي في طور المضاعفات؟ واش هي واحد الصفه عطيناها لي فاريس انهم ما كيداووش، انهم كيرجعوا؟ مساله وعي، مساله ماده، مسألة الناس فين غادي يمشيو حيت ما كيدروهمش، يمكن ما كيشوفوش الطبيب، لان الحاجه اللي بغيت نشير لها كاين شحال من واحد تيكون عنده لي فاريس كبار وباينين وما كيدروهش، وشحال وبما ان ما كيدروهش دونك في اغلبيه الاحيان ما غاديش يمشي يشوف الطبيب، بغض النظر على ان هاد لي فاريس واخا تيكونوا ما كيدروش راه يقدر يعطيو لا محاله واحد المضاعفات، وهاد المضاعفات اللي كتكون بعد نوبات صعيب العلاج ديالها. ولا مساله وعي، تيقولوا راه هاد لي فاريس مسألة عادية، وأننا بحكم ما بقيناش كنمشيو البحر أو ما كنتعراوش أو ما كاينلاش نداويوها. هذا هو التساؤل ديالي، علاش الناس كيتأخروا؟ فباش نواجب أنا نقول لأن شحال من واحد يقول كوا داوينا لي فاريس وفتحنا عليهم ودرنا الحقن ودرنا جميع الوسائل وعاوتاني كي يرجعوا. هاد المسائل هادي ما نكروش انها كاينه، ماشي ما كايناش، ولكن راه كاين اسباب علاش وكاين الحلول. اليوم الحمد لله الطب تقدم والاختصاصات موجوده والاليات اصبحت اكثر حداثه، فيمكننا نتغلبوا على الصعوبات اللي كنا كنواجهها شحال هادي. وانا في لان هذا الميدان هادي فيه اكثر من 20 سنه كما ذكرت، لاحظت كيفاش تغيرنا من الوقت لوقت، واخا في سنتين او ثلاثه كيكون واحد التغيير مهم. والحاجه الاخرى اللي خصني نشير لها هي ان بعد النوبات لي ميتويال ما كيسيروش الركب ديال هاد التقدم، فشحال من حاجه مثلا جديده بحال لا راديو فريكونس بحال لا زير اوندوفينو، شحال من حاجه ان ما كتدخلش في الاطار ديال لا بريزون شارج ولا الغومبورسمون، فاللي كتعكل المسار ديال العمل ديالنا، وهذا مشكل عويص. نتمنى ان شاء الله انه الامور يعني تقاد باذن الله، لانه الصالح يعني للاشخاص المرضى اللي تيعانيو وكيولي عندهم متابعه طبيه، تجاوز الخوف من جهه، دوك التكلفه الماديه ديال كل هاد المصاريف كيف ما ذكرتي، فحتى نتوما يعني كتاخذوا هاد الحس الانساني على اساس انه فعلا يعني الطبيب ملزم انه مثلا غادي يكون العلاج، ولكن كتبقى بالكم مع ان داك الشخص يعني التكلفه كتكون كبيره عليه مقارنه مع مثلا بالنسبه في حاله الا كان الغياب ديال مثلا التغطيه الصحيه او لما كتدخلش فيها. ونتمنى ان شاء الله الامور تكون ايجابيا الحمد لله في السنوات المقبله، وبحال بزاف ديال
بزاف ديال الامراض اللي دخلات مؤخرا يعني في التغطيه الصحيه، وهادشي كيفرح ونتمنوا الامور تزاد بكل ما هو احسن للناس. بالنسبه للمضاعفات ديال تخثر الدم تكلمنا عليها شحال من مره، ولكن نبغي وحنا كنديروا هاد الدردشه الطبيه الا سمحت دكتوره نرجعوا للمضاعفات ديال تخثر الدم. فعلا قبيله طرحتي واحد السؤال، هو انه الناس علاش كيجيو معطلين في العلاج حتى كنوصلوا للمضاعفات. بالنسبه للمضاعفات ديال تخثر الدم، المضاعفات تخثر الدم هي من احد المضاعفات اللي هي مهمه وهي خطيره، وهذا التخثر الدم تقدر يكون في الشرايين الداخليه وفي الشرايين السطحيه اللي هي كتجي على ليفاريس، وهذا هو محض الموضوع ديالنا ديال اليوم، يعني شنو التخثر الدم اللي كيجي على ليفاريس. طبيعه الحال الواحد اللي كيجي كيكون عنده هذا التخثر الدم اللي كيكون باين، كيفاش باين؟ من خلال الاعراض. اي واحد يقدر يرد باله، الناس اللي عندهم ليفاريس باش يعرفوا عندهم تخثر الدم راه كيبان لهم ان هذاك العرق ديالهم كيقصاح وكيحمر وكيعطيهم الالم، فهذاك تخثر الدم وما خصوش يقول لا راه كيف والو واقيله غير خديت شي دقه ولا غير طاحت ولا ولا ولا، لا داك الساعه خصو يشوف مباشره الطبيب، وراه حاله استعجاليه لان هذاك الدم اللي كيتخثر ما خصوش يمشي للشرايين الاصليين ومن ثم يمشي للقلب او المسائل الاخرى اللي تقدر تكون حاله، فهي حاله استعجاليه. والمرحله الثانيه هي من بعد كنعالجوا هذاك تخثر الدم بطبيعه الحال خصنا نعالجوا السبب اللي هو ليفاريس او الدوالي. على قبل لما عالجنا السبب هذاك تخثر الدم عاوتاني غادي يرجع، ويرجع عاوتاني اكثر من المره الاولى او من المره الثانيه. فشحال من واحد مثلا كنشوفوا ان ملي كيجي تخثر الدم تبقى ياخذ الدواء 6 و7 سنين، كياخذ لي زونتيكواغولون، وهذه مساله غير طبيعيه لان هذوك الادويه تقدر يكون عندهم مضاعفات، تقدر يجري لهم الدم بزاف، تقدر يعطيهم مشاكل كثيره، فهذه مساله غير طبيعيه اننا نبقاو ناخذوا الادويه بدون فائده. خصنا نداويو دائما شنو هو السبب، شنو هو الاصل، شنو هو المنبع ديال هذاك تخثر الدم. فتخثر الدم هي كنتيجة غير نتيجة المرض، فخصنا نعالجو المرض سبب ديال المرض. والمضاعفات الأخرى اللي كنلقاو واللي كنلقاو معها صعوبة وصعوبة بزاف هي قرحة الأرجل. فالناس اللي ما كتعرفش شنو هي قرحة الأرجل، أنا كنستدعيهم أنهم يشوفوا على جميع المواقع الاجتماعية قرحة الأرجل أو لولسير دو جامب دوريجين فاسكولار او فينو اللي كيجي من الدوالي. وكنتمنى ان اي واحد ما يوصلش لهاد قرحه الارجل لانها مساله صعبه. وهاد قرحه الارجل كتبان على شكل ان الجلد كيبدا كيكحل، كيبدا كيتقشر، كيبدا كيتوسخ، كيدير تعفنات، وبعد النوبات كيبدا كيزول، وكتشوف في المسك العريان او حتى بعد نوبات حتى العظم كتشوفو عريان ومسطخ وما تقدرش تشوف فيه، والعلاج ديالو كياخد مده وكيكون صعيب، وبعد نوبات تنوصلو حتى لاغريف دو بو. داكشي علاش هاد قرحه الارجل هي مهمه ومهمه بزاف. كاين عدد كثير من الامراض اللي كيعطيو هاد قرحه الارجل، ولكن على راسها لي فاريس او لي زارتير، ستادير لي فيسو، الشرايين بصفه عامه. فالناس اللي عندهم قرحه الارجل الله يعطيكم الستر، راه ما خصش نداويو غير قرحه الارجل، دائما خصنا نشوفوا شنو هو السبب. وهذا المشكل هذا كيتطرح مع عدد كثير من الناس اللي كيشوفوا مثلا ديرماتو وتيبقاو يعطيوهم غير الادويه بلا ما يشوفوا شنو هو السبب. حنا ماذا بينا يكون واحد العمل ديال شراكه وكنتعاونوا، ماذا بيا ان ندير باغ اكزومبل تشخيص ونقول ان هذا قرحه الارجل جايه من ليفاريس، ونعطي للديرماتو انه يعالج هاد قرحه الجانب ديال سميتو، ولكن ولا بدا ما نعالجو السبب. راه الا ما عالجنا السبب تعيا 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 ما داوي في هذيك قرحه الارجل، راه ما غاديش تعطي نتيجه، والواحد غادي يبقى هذيك القرحه غادي تسد واحد الايام وغادي تعاود ترجع. فدائما المريض كيقنط وكيستسلم لهذاك المرض ديالو، تيقول لك وانا تلفت،
ما عرفتش فين نمشي، مشيت درت لي عليا. ففعلا نقطه مهمه جدا هو انه خصنا نعالجوا الاصل ديال المشكل الحقيقي ديال هذاك المضاعفات اللي عطانا يعني قرحه الارجل. طبيعه الحال فاللي شاف الواحد قرحه الارجل انها ما كتداواش وكتبقى تمشي وترجع، خص دائما الواحد يقلب على السبب. ومن بين الاسباب الاساسيه والمهمه هي هادو ديال لي فاريس اللي بعد نوبات ما تيكونوش باينين، تيكونوا داخليين، فدائما خصنا نقلبوا عليهم. ما لقيناش السبب ديال لي فاريس غادي يكون حاجه وحده اخرى اللي خصنا نقلبوا عليها. واخا الا سمحتي دكتوره، وغادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه دائما على 0522 88 00 60 61 62. إذن غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. معنا أول مكالمة، سعاد من فاس. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سعاد. أولا كنشكركم على هاد بحال هاد البرامج اللي كتنورونا بهم. الله يبارك فيك. وكنستافدوا منهم بزاف. مرحبا. شكرا بزاف لله يخطيكم. الله. شكرا لك سعاد. مرحبا. بغيت نسير دكتور، انا عندي لي فاريس في رجليا اليمنية، كنعاني منهم هذه مده طويله. وما كانوا كيضروني ما والو، غير انما في هاد الاونه الاخيره كنحس بحال رجلي كتثقال عليا، كنحس بها بحال محجره، بحال هزه، بحال ما نقولوا بحال هزه ثقيله عليك، يعني انها ثقيله عليك. ثقيله في الحركه ومع وهذا، وكنعاني عاوتاني من لاغتروس، تاكل الغضروف عندي. والرياضه كنمارسها بحده، كنمارسها دائما. شحال عندك من عام باش يكون، حيت حلقك بان لي مازال صغيره بزاف باش يكون عندك لاغتروز؟ وعندي هذه مده وانا كنعاني منها. شحال عندك من عام؟ 46 عام. انا راني كبير. 46. 46 مازال صغيره، زعما زعما قبل الوقت هذا لاغتروز. واش انت متاكده عندك لاغتروز؟ درت الراديو حتى الطبيب تفاجئ فيا، قال لي زعما انت في هاد لاج انت وصلتي لواحد المرحله انك خصك ديري العمليه، ولكن انت دابا في هاد لاج ما يمكن لكش ديري. مازال صغيره بزاف، زعما باش تجيك هاد المشكل ديال لاغتروز. هادي مده، هادي مده وانا كنعاني منها، ما نعرفت واش من زعما ملي انني كان دائما مواصله في الرياضه كنلعب بزاف بشده. واش يمكن الرياضه ما كنتيش كديريها بالقاعده، لان الحاجه اللي فاتت القاعده ديالها، ولا كنتي كدير شي حوايج اللي ما خصكش ديرهم، يمكن هي اللي اثرت عليك. فعندك مشكل ميكانيك، ماشي مشكل ديال انك عندك زعما مشكل في الدم ديال روماتيزم ولا شي حاجه، يكون مشكل ميكانيك. وهذا المشكل ميكانيك في اغلبيه الاحيان كيجي ان الناس ما كيعرفوش من الرياضه اللي غادي توالمهم، مثلا تيكون عندهم زياده الوزن وهما كيديروا بزاف، ولا كيديروا ستيب، ولا كيديروا حمل الاثقال، ولا خاص الواحد يتصنت على الذات ديالو او يستشر مع الكوتش باش يقدر يوجهه وما يديرش الحاجه اللي ما خصهاش يدير. لان هذه القضيه شحال من نوبه كنلقاو دي شيغور دو توندون ولا ليغامون ولا شي حاجه بالرياضه. حتى الرياضه راها مزيانه، ولكن خاصها هي الدار بالقواعد ديالها. اولا انا كنشاركك تاع انا الشكر على هاد البرامج وعلى الاذاعات اللي كيعطيونا الفرص ان حنا نقدروا نقدموا واحد الاستفاده واحد الخدمه، وهما مشكورين، لان في الحقيقه الاذاعات ولاو كيشاركوا في البرامج التحسيسيه، وهما تيولاو تيؤديوا واحد الدور مهم بزاف، فأنا كنشكرهم من جانبي. وحاجه واحده اخرى، الاخت قلتي هذه مده طويله وانت كتعاني من هذا المشكل ديال لي فاريس وان رجلك كيتقالوا عليك، شنو هو الحاجه اللي منعاتك انك ما تمشيش للطبيب؟ دابا انا اليوم انا اللي كنسول سعاد، دابا قول لي شنو الحاجه اللي ما خلاتكش تمشي للطبيب؟ لا مشيت غادي نجاوب على السؤال ديالك، السؤال ديالك ما حلو دكتور الله يجازيك بخير. زعما بالنسبه انا كان ما كانوش كيحرقوني، وكنقول يمكن التكلفه بالنسبه زعما راه تكون غاليه انني باش ندوز. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، لان الماده حقيقه كتلعب واحد الدور مهم. الواحد الا ما كانوش كيضروه بزاف وداك الشيء تيقول وندير واحد الحاجه، الله يحسن العوان. ولكن الحاجه ملي كتولي فيها واحد الالم
الالم وهذاك الالم كيطول واحد المده، كون متقنه ان ما غاديش يمشي بوحدو، على الاقل واحد استشاره طبيه في الاول وتعالج الحاجه في الاول ديالها، لان الا ما عالجتيهاش ما غاديش تعالج بوحدها، ولا محاله غادي تزاد والتكلفه غادي تكون اكثر. فشحال من واحد كان نديروا له الحقن ما يوصلش مثلا للحاجه اللي هي صعيبه كقرحه الارجل، لان كيبداو يعانيوا والتكلفه كتكون كثيره، ومن بعد يمكن تكون عمليه الى اخره. فالتكلفه في الاول كتكون بسيطه وما غالياش، ومدى بينا ان الناس يجيو في الاول يعالجوا باش ما كتكونش المسائل صعيبه وكتطول بزاف، لانه من بعد كتولي مضاعفات وكتولي تكلفه ماديه اللي كانوا خايفين منها يعني كيرجعوا ليها. فالاحسن كيف قلتي الواحد ما يديرش المانع من نفسه، يدير استشاره طبيه ويشوف الاصل المشكل ويعالجه قبل ما يوصل المضاعفات. ناخذ معنا حريه من ارفود. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حريه. انا دكتوره. الله يبارك فيك. مرحبا. لاباس عليك؟ كي داير ارفود؟ كاين شي برد؟ كان الحمد لله كنشكركم. قول لي حتى انا راه جايه في راس العام ان شاء الله. اجل حبابي انا جايه في راس العام الارفود، قول لي كي داير الجو. اجل مرحبابي زوين غزاله ارفود غزاله. اجل مرحبابك بارك الله فيك. المغرب ديالنا غزال في الحقيقه. بارك الله فيك. خصنا نتمتعوا به وخصنا ارفود مانيفيك جميع الفصول ديالو. طبيعه الحال. حريه للاسف انقطع الخط، سمعنا صوتك على خير، نتمنى ترجعي تواصلي معنا ان شاء الله ونتعرفوا على التساؤل ديالك. معنا سميه من الدار البيضاء. الو سميه. وي صباح الخير عليكم. صباح النور. كيدايره لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. نتمنى بعدا نكون انايا من الاولاد قبل يوم الجمعه نقول عيد ميلاد سعيد ميد غاديو. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف، بارك الله فيك. مرحبا. وكنشكر بزاف بزاف الدكتوره ديالنا الدكتوره امنيه بن كيران. الله يبارك فيك. ماشي غير دكتوره، انما دكتوره واخت وصديقه وما نقولش لكم الحمد لله. الله يبارك فيك. انا الحمد لله متبعه معاها، غير بغيت نسال الدكتوره واش طفله عندها 9 سنين يجيوها لي فاغيس؟ طبيعه الحال وهذه غير هذه ايام قليله ونزلت على اليوتيوب وعلى الموقع الاجتماع ديالي على قبل الاطفال اللي وليد صغير وعنده 9 سنين وكان وعندو لي فاريس، ولي فاريس كثار بزاف، باش نشرحوا ان لي فاريس ما عندهمش واحد العمر المحدد، غير هو بالنسبه للاطفال في اغلبيه الاحيان تيكونوا يحملوا في طياتهم امراض وتشوهات داخليه، فحنا كنقلبوا على داك التشوهات باش كيمكننا نعطيو النصائح والعلاج قبل ما يفوت الاوان. زعما بصفه عامه كيكونوا لي فاريس دائما تيكونوا معاهم امراض اخرى، وهادشي راه يمكن لك تشوفوا في المواقع الاجتماعيه وفي لو سيت ديال السونتر. يعني كيف ما ذكرتي لي فاريس ما معنيينش بهم غير الكبار، وانما كل فئات العمريه ممكن يعرفوا يعيشوا هذه الصعوبه المرضيه اللي هي لي فاريس الدوالي. حسن الحظ انهم ما كاينينش بزاف عند الدراري الصغار، حالات قليله. حالات قليله، ولكن كان عندنا الناس اللي 7 سنين 8 سنين 10 سنين وصلوا حتى لحاله الجراحه. وكاين الناس اللي كيكونوا تيقول لك عندهم كما تنقولوا الوحم، تيقول لك هذيك غير توحيمه، هذيك غير توحيمه، يمكن انتاش ولا شي حاجه. خصنا نعرفوا نخصوا واحد الحلقه تتسماو لي مال فورماسيون فاسكولير بحال لي زونجيوم الى اخره، فهذوك تيكون عندهم تشوهات وتهم عندهم العلاج ديالهم وخصهم يتخذوا بعين الاعتبار في اقرب وقت. وصلوا دائما باقي المكالمات واللي تجاوب عليها. مشكوره جدا دكتوره اميه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه. معنا فاطمه من سيدي قاسم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. اخبار لاله؟ الله يبارك فيك. لاله انا لاباس عليك حبيبتي. لاله اختك. مرحبا لاله فاطمه. تبارك الله على الدكتوره ديالنا، الله يطول لها في العمر. الله يبارك فيك لاله. ملي كنسمعها كنفرح. الحمد لله. الله يزيد خليك دائما والله يزيد فرحتك. بارك الله فيك الحبيبه ديالي. انا عندي داك ماشي اللي باغي هذوك العنكبوتين، داك الرقاق. داك الرقاق ها لاله. كلشي كيتعالج. كنقرف بزاف ما كنعرفش نقضي الشغل وانا جالسه. كلشي كان عنده بالوقفيه واحد كاع بحال بزاف ديال العيالات المغربيه. ولفتيها واش ممكن دكتوريتو يديروا لي لا طونسيون؟
لا هادوك ما كيديروش لا 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 طونسيون لا ما عندهم حتى علاقه وبالخصوص هادوك اللي على شكل عنكبوتيين الا ما كانش معاهم داك لي فاريس او الدوالي الغلاظ الكبار اللي هادو هادوك زعما في اغلب الاحيان تيكون عندهم غير الجانب التجميلي وما تيكونش عندهم تاثير على الصحه ديالك. فاذا كان عندك مشكل ديال طونسيون ولا هذاك من الاحسن تشوف طبيب القلب غريب. شوف طبيب ديال القلب من الاحسن تبعها مع الطبيبه ديال القلب. ولكن انا ما فهمتش عندي واحد لا طونسيون دابا في الشتاء كيطلع لي ويطلع لي في الليل وفي رمضان وفي الصيف تينزل ما تنقش تقريبا كنبقى ناخذ الربع ديال الكينه وطايح. عندي دابا مازال ما طحتيش في الدواء اللي غادي يوافقك ولا يمكن طلب وي نقول لك على المكونات ما نقولكش السميات. لا انا بلاتي تسمح لي الا قاطعتك انا ماشي التخصص ديالي ديال القلب. انا شي واحد يجي عندي عنده مشكل القلب او عنده دقه القلب ماشي هما هذوك او اي حاجه كنصيفطو عند طبيب القلب لان ما خصش في هذا الوقت الحالي يكون واحد الخلط ما بين طبيب القلب. جا السؤال ديالها يعني في موضوعنا احنا قبل في الاوف كنا كنتكلموا على هذا المشكل فعلا تماما ما خصش يكون يكون خلط ما بين طبيب القلب وطبيب ديال الشرايين. حنا كاين القلب ديال الشرايين كاين الشرايين ديال القلب وكاين والشرايين يعني شرايين ديال القلب وكاين الشرايين ديال الاطراف اللي كيتسموا اونجيولوج فليبولوج واللي هما كيتكلفوا بلي فاريس وبالشرايين ديال الجسم كلها ماشي غير لي فاريس غير بون هما تعرفوا بلي فاريس لان لي فاريس مساله متداوله ما بين الناس. فما خصش يكون عندك لا خلط في هذه المساله ديال الطونسيون ديالك. كنصحك انك تبعي عند طبيب ديال الطونسيون والمساله ديال لي فاريس اللي هي على شكل شبكه عنكبوتيه ما عندها تاثير على الصحه ديالك فهذيك يمكن لك تصوبها الا كان نفسانيا كانت ما تتعجبكش ولكن راه ما عندهاش واحد المشكل على الصحه ديالك. فانا كنصحك تمشي عند الطبيب ديال القلب ماذا بيا ان كل واحد يدير غير الحاجه اللي كيعرف. انا كنعرف لي فاريس ولي فيسو كندير لي فاريس ولي فيسو ما كنمشيش لواحد الحاجه اللي ما كان تقنعش. قال لك كنفضل الواحد يدير غير واحد الحاجه اللي كيعرفها ودير التخصص ديالو ما يفوتش التخصص ديالو. انا ما كنديرش القلب فاي واحد كاين بعد نوبات في الكابينيت يكون غلط وحنا كنوجهوهم تنقول لهم راه هذا ماشي عياده القلب فيمكن لك تمشي عند طبيب القلب من اختيار ديالك. فعلا مهمه جدا لانه انا مازال عاقله لهذه سنوات يعني مع البدايات ديال يعني لقائك معنا من خلال البرنامج كان واحد الخلط كبير ودائما خاصنا نذكروا به لانه ملي كنتكلموا على الدواء اللي الناس كيفهموها ملي كنتكلموا على يعني تخصص ديال امراض الشرايين دائما فوق ما كنسمعوا كلمه شرايين مباشره كنمشيو كنقولوا اختصاصي ديال امراض القلب. في حين انه الناس اللي كيعانوا مثلا من نبضات ديال القلب او الامراض ديال القلب حتى الا مشى عند اختصاصي ديال القلب والشرايين يعني مفهومه وغادي يكون توجيه صحيح. ولكن ملي كنتكلموا على قرحه الارجل على الاطراف على الشرايين راه كاين تخصص خاص يعني ديال المختصين في علاج هاد الامراض ديال الشرايين ديال الجسم كله يعني بما فيهم الاطراف وكيعرفوا اصل المشكل ديال لي فاريس. هذا هو اللي باش ما يكونش هذاك الخلط وحتى الناس يفهموا وغادي يعاونوهم حتى في التكلفه الماديه لانه الشخص اللي غيحس بالقلب ديالو كيضرو وغادي يمشي عند اختصاصي في امراض القلب راه غتكون التكلفه هي هذيك ماشي بحال واحد اللي عنده مشكل لي فاريس عنده الشرايين يعني ديال الجسم ديالو مثلا كاين فيها شي مضاعفات وغادي يمشي عند الطبيب ديال الامراض ديال القلب ومن بعد ما غاديش يكون يعني العلاج صحيح لانه ماشي تخصص ديال الطبيب ديال امراض القلب اولا ممكن غادي يبقى حتى يقنط من هذاك العلاج في حين انه غادي يعاود تكلفه ماديه ونفسيه لانه كنعرفوا الواحد ما كيبغيش يمشي للطبيب الساهل راه ما سهلش الله يحفظ العوان. فداك الشيء علاش نبغيو ناكدوا على انه ومزيان هاد السيده اللي كنشكرها بزاف فاطمه من سيدي قاسم على الاقل واحد سولات وصلت معنا. حنا كاعلام الدور ديالنا ان تكون درجه الوعي يعني الحمد لله مرتفعه ما بين الناس فين ما كانوا وبحضور ديالك انت كمختصه يعني طبيبه مختصه بينتي لها على اساس انه هاد التخصص راه فين خاصنا التوجيه اللي خصو يكون فيه. الحاجه الوحيده اللي كتاكديها دائما واللي صراحه عاقلين عليها هو الـ 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 يعني الطب العام ممكن على انه اي واحد
تلف يمشي للطب العام لانه كيكون كي قلتي بحال المايسترو وفعلا كيوجه على حسب يعني على حسب الحاله المرضيه فكيكون يعني التوجيه ديالو صحيح كي كيعاون حتى المرضى لانه راه ما ساهلش انهم يفرزوا ما بين التخصصات على الاقل الطب العام اللي كيكون قريب للحومه او للبلاصه اللي حنا فيها نمشيو عنده ونشوفوا ديك الساعه هو غادي يوجه واش امراض القلب واش تخصص ديال الشرايين واش تخصص ديال شرايين الاطراف بطبيعة الحال هذه مهمة ديال الميدسان جينيراليز أو الطب العام لأن كيوجه وكيكون هو المايسترو أو هو اللي كيقدر كيتبع الواحد على حسب المرض ديالو تيقولو سير دير لي هادي فعل لي هادي ترك لي هادي هو اللي كيوجهو أنا كنصح الناس أن تمشي عند الطب العام راه مهم بزاف ما يمشيوش من راسهم عند واحد الاختصاص يقدر يكون خاطئ شحال من واحد تيكون عنده مشكل ديال السياتيك وتيحسب لي فاريز او لي فاريز يحسبوا السياتيك مشكل ديال الظهر مشكل وكتكون مخلطه وما كتعرفش راسها لاش تتوجه راسها فمن الاحسن يشوفوا الجينيراليست هذه القضيه اللي ذكرتي ديال الخلط ما بين كل حاجه خاص الواحد يعرف ان اللي كيقابل مثلا لي فاريز راه ما غاديش ندير غير لي كودوبلاغ ونقول لك هاك الدواء وسير لا هادشي ما كافيش وخصنا ما مبقاوش نداويو بهذه الطريقه هذه الا كنت غادي نداوي لي فاريس خصني ندير التشخيص والتشخيص المدقق ماشي بحال في بعد نوبه نقولوا ايوا عنده لي فاريس انسفيزونس فينوز وصافي صدير ما تيكونش داك الديتاي ما تيكونش المساله مقنه بزاف وكتعطيه وكيعطيو الادويه هكا سير خد الدواء بمده 6 شهور وعاوتاني رجعوا داك الدواء حتما ما غاديش يقضي له شي حاجه لان دائما حنا تنقولوا الادويه هي غير كتنقص شي شويه ديال الالام الاعراض شي شويه الا هي نقصات اما دائما خاص العلاج والعلاج فيه اشكال كثيره وكثيره بزاف واليوم الحمد لله كاين واحد تقدم ما زعما كثير بزاف لان هذا الميدان هذا مشينا به بعيد هذا من ناحيه فاللي كي يقول انا كنداوي لي فاريس خصو يدير اولا تشخيص المتقن صادير بداك الشيما ديالو اللي شنو خصنا نديرو ويدير له الحقن الا كان كيدير الحقن يدير ليه اللازير اوندوفينو يدير لا خصو يكون كياخذو كياخذو على عاتقه من الاول حتى الاخير دكتوره امنيه بن كيران طبيبه متخصصه في علاج امراض الشرايين الدوالي والدوالي الوريديه شكرا لك بزاف بزاف على كل هاد النصائح الطبيه والمعلومات اللي نورتينا بها اليوم واللي اكيد المستمعات والمستمعين الاوفياء استفدوا منها وحلقات مقبله ان شاء الله والمزيد من يعني المواضيع الطبيه فيما كيتعلق بامراض الشرايين والدوالي شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع للبرنامج اللامولاتي لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج والبرمجه الموسيقيه سامحة شوبي في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم